يا بيه لو سمحت لو مخبيه طلعه، انا ما عنديش وقت. هخبيه فين يا فندم؟ مين ده اللي هخبيه؟ يا استاذ لو سمحت، لو سمحت فعلا، طب لو تعرف مكانه قولي، انا مش هجيب سيرتك خالص. انا هنا بالوفا. يعني ايه حضرتك هنا بالوفا دي؟ الظاهر ان حضرتك اتعرضتي لعمليه نصب محترفه. يا نهار اسود، عمليه نصب؟ ده خد شقه عمري. اكشوال الحاجات دي بقت بتحصل كتير اليومين دول. ما تاخذنيش حضرتك ان الصابين اللي من النوعيه دي ديفينتلي بيحاولوا يستغلوا حاله الجهل اللي موجود عند بعض الناس. جهل ايه يا بيه؟ ده نعرف اسم امه، ده انا لمع عنه كل المعلومات. جهل ايه؟ ده واحد ذكي فكر بدل ما ياخد شخصيه وهميه، لا اخد حد حقيقي استغله واشتغل بيه، اسمي املاكي كله ليجيتمت، يعني اي حد هيدور وراه كله حقيقي كله متظبط. انت عارف كل التفاصيل، ده ما سابش حاجه، ده حافظك اهو. تعرفه ولا عمري شفته؟ طب دقق كده يا فندم. ده اصغر مني اصلا بكتير. لا خالص عمري مش معرفوش. دفعتي له كام يا هاني؟ 10 مليون. صدقيني انا نفسي اساعدك بس مش عارف ازاي، انا ولا عمري شفته ولا تخيلت بيه ولا حتى كان مع حد اعرفه. هو اختياره ليك كان في الجون بصراحه. طب انا اسفه جدا على الموقف السخيف ده. انا اسفه جدا. كان نفسي اساعدك. يلا بينا يا شيخ. انا كنت خايفه ما تجيش. انا عامله الحفله دي مخصوص علشانك، اعتبريها يعني اعتذار عن اللي حصل. مفيش اي حاجه حصلت، احنا اخوات. ازيك يا علي؟ ازيك يا شاهر؟ الحمد لله. كنت حاسه ان انتوا هتبقوا صحاب. كنا قلنا نتكلم في الشغل فقلنا نيجي عندك. تنوروا، البيت بيتكم. خدوا راحتكم. ها زين شكلها اتضايقت. من ايه؟ يعني هي اللي معرفانا على بعض وفجأة لقيتنا داخلين مع بعض الحفلة بتاعتها. لا مفيش كلام ده، عند شاي كول جدا في العربية بس. هو انتوا بقالكوا قد ايه تعرفوا بعض؟ يعني كام سنة كده، اتجوزنا وما كملناش. ايه يا مالك اتخضيتي ليه؟ يا بنتي بقول لك كول جدا. انت عارفة ان احنا بعد ما اتطلقنا بقينا صحاب بعدها على طول ولا كأن أي حاجة حصلت. كنت هتجوز اصلا بعدها وهي اللي كانت هتختاري العروسه. انا ما اعملش كده، يا تبقى معايا مش معايا. وايه كمان؟ بس وانا ليه حاسس ان انت بتقولي كلام كتير بس خايفه؟ كل حد في الدنيا بيبقى جواه حاجات كتير عايز يقولها، بس ساعات مش بيلاقي الشخص اللي يتكلم معاه. موجوده طبعا، أنا قدامك فاضي موريش أي حاجة وجاي عشان أسمعك. يلا قول. أنت بس عشان جنتلمان بتقولي الكلام الحلو ده. أنا جنتلمان إيه؟ سيبك بقى من مدير البنك والكلام ده والجو البدل وال لا لا أنا عرباجي. ما تضايقليش. المهم ده أنا مبسوط قوي إن أول حاجة طلبتها منك أنت عملتيها لي. شكرا يا هند. العفو. جيب البنك. فيوني الأحلى، تعال بص عليه. يلا بينا.